هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير مبسوطين. رجعنا لكم بمقطع جديد، ومقطع ريد ديد ريدمشن 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح اعطيكم واحد من اندر الاحصنه في لعبه ريد ديد ريدمشن 2، واللي مو سهل تحصلها في اي مكان. طبعا سلسله الاحصنه النادره موجوده في القناه، وقد نزل الجزء الاول منها اللي هو الحصان العربي. في هذا المقطع راح ناخذ الحصان الامريكي الملون. صراحه الحصان يعني ضخم وشكله جدا جدا فخم، وتقدر تاخذه بلاش. طبعا في مجموعة من الأحصنة النادرة القادمة مستقبلا، على سبيل المثال الحصان العربي الأسود، فانتظروا المقاطع القادمة إن شاء الله. بالنسبة لمقطع اليوم زي ما قلت لكم راح يكون الأمريكان بينتس أو الحصان الأمريكي الملون. طبعا هذا الحصان يرسب في المخيمات حق الأعزاء أو أي مخيم تحصله في اللعبة. ما يمديك تحصل هذا الحصان في الوايلد او في البرية، ما تحصله لا، بس هذا تحصله في المخيمات حق الناس او حق الاعداء، وتحصله غالبا يكون مروض، فقط تحتاج انك تركبه وكل شيء تمام. بالنسبة لي وين احصل المخيمات او كيف احصلها؟ طبعا هي المخيمات موزعة في انحاء اللعبة، لكن تقدر تحدد مكانها عن طريق الدخان اللي يطلع فوق السماء وتقدر تشوفه. اذا حصلت دخان على طول توجه للمكان وراح تحصل انه مخيم. هذا ما هو الحصان الامريكي، هذا الحصان الميسي. صراحة سحبي جدا جدا جدا. زي ما تشوفون حصلت المخيم في الحصان اللي ابغاه اللي هو الامريكان بينت او الحصان الامريكي، فروضته بكل بساطة، وكذا يكون مبروك عليك هذا الحصان النادر الامريكي المساوي. Take it easy. Come on now, easy. بعد عدة محاولات باءت معظمها بالفشل، قدرنا نروض الحصان الامريكي الضخم زي ما تشوفون في الجيم بلاي. ما يحتاج انك يعني تروض وتسوي طريقة الترويض على طول، فقط راح تركب عليه وراح يزبط معاك ويصير احد احصنتك، وديه للاسطبل وكذا يكون مبروك عليك الحصان الامريكي. طبعا بالنسبة لطاقات الحصان الامريكي، ترى طاقاته نوعا ما جيدة، ترى بالنسبة لحصان انك تاخذه ببلاش، وانا متأكد انه راح يكون 100% احسن من حصانك الحالي، لانه فيه له مجموعة من الطاقات الجيدة، سمنته جيدة وطاقته او هيلثه جيد، وايضا اهم ميزة فيه انه يتعود على الحروب بسرعة. طيب كده وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. والحصان هرب زي ما تشوفون في الجيم بلاي، يبغى له هيد. يلا سلام عليكم.